شفت عم؟ نزلوا فيديوهات ومطلعينه فيها ملاك بجناحين، وكل الهري اللي انت فاحت نفسك فيه راح في الهوا. يا ابني تهبل، بقى فيديوهين فاكسين زي دول يعني هيهدوا كل اللي احنا عملناه؟ رامي، عشان الناس اللي في بلدنا دي ما بتفتكرش غير اخر حاجه سمعتها، وكل اللي حصل قبل كده سلامتك. الله يسلمك يا سيدي. ايه بقى كم السواد اللي انت فيه ده يا ابني؟ وانا لقيت لون تاني قلت لا، علشان نفسك قصير وتحبط بسرعه، اي حاجه بتحصل مش لاعب يا ابني. انت اللي في ميه الترشي، قلت لك قبل كده الناس دي ما فيش منها رجا، والبلد كلها ما فيهاش فايده. ولما انت شايف كده قاعد فيها ليه؟ ما تتنقل تمشي. هو بمزاجي ما مستني فرصه لغايه ما هيجي منها. على فكره البلد دي بتاعت سليم الانصاري واللي زيه، حتى هو هربان. على فكره سليم الانصاري ده شخصيا احنا حاطين عليه بدل المره 10. انت عارف ايه اللي محيرني بجد؟ الفيديوهات دي بجد ولا تمثيل؟ ايه اللي خلى مجرم زي ده يعمل كده؟ يابا هما يغلبوا عندهم بدل الواحد 1000 يطلع يهري علينا باي كلام، ومش محتاجين كمان يأجروهم. وفي ناس بتعمل البلاوي دي وفاكره نفسها ان هي بتعمل عمل وطني. مش بقول لك البلد شكرا؟ كنت عارفه ان هلاقيك هنا. ابويا وابراهيم قلبين عليك الدنيا، فاكرين انك هربت. هرب اروح على فين؟ بس انت عرفتي منين ان انا هنا؟ هتروح فين يعني؟ وبعدين بقى ده اكتر مكان انا بحبه. اما بكون متضايقه وعايزه افكر في حاجه باجي على هنا على طول. بس عندك حق، بلدكم فعلا حلو بس غريبه حبتين. ايه الغريب فيها بقى؟ كل حاجه، بيوتها وناسها وابوكي وعطيه ده كمان. حتى انت غريبه. انا؟ وانا مالي بقى ان شاء الله؟ من ساعه ما شفتك انا مش فاهم، حاطه نقرك من نقري ومش طايقاني طول الوقت، مع اني لما عطيه جه خبتيني منه كنت خايف عليا. لا انا ما كنتش خايفه عليك، انا كنت خايفه على ابويا. وبصراحه بقى انا مش عايزه مشاكل مع عطيه اكتر من كده. على فكره اللي واقف قدامك ده ظابط مباحث، يعني بص في عين اي حد يفهم وعايز ايه وبيفكر في ايه بالظبط. ودي بقى اكتر حاجه غيظاني منك. ليه ايه؟ ظابط ظابط ظابط، زي ما يكون الظباط دول معمولين من عجينه والناس كلها معموله من عجينه تانيه. انزل بالحته اللي انت فيها يا بيه شويه على الارض وحس بالناس. انت فعلا مش طايقاني متغاظه مني قوي. طب لما انت مش طايقاني بتساعديني ليه؟ ما تقوليش عشان ابوكي. انت من النوع اللي ما بيعملش حاجه غصب عنه. انا مش بساعدك عشان خاطر نفسك، انا بساعدك عشان خاطر اساعد ابراهيم، عشان انا متاكده انك بريء ومظلوم. بريء ومظلوم مره واحده؟ بص انا ممكن اكون مش طايقاك، بس زي ما بيقول ابويا ربنا عرفوه بالعقل. وانت ممكن على فكره تكون مليان عيوب، بس قتل قتل لا. مليان عيوب؟ ماشي يا ستي كتر خيرك، كفايه ان انت عارفه ان انا مظلوم وبريء. على فكره النت مقلوب عليك النهارده. وايه الجديد؟ ما هو طول مقلوب. لا المره دي مش ضدك، معاك. الست اللي انت كنت عندها والبنت اللي انت انقذتها من المقابر صوروهم فيديو وشيروا الفيديو في كل حته، والناس كلها مصدقاك ومتعاطفه معاك قوي. ومين اللي صور الفيديوهات دي؟ الله اعلم، بس زي ما ابويا بيقول ان لله جنودا لا تحصى. ربنا يسترها. يلا يا سليم، يلا ننزل لابويا وابراهيم. هدى على فكره مش وحش زي ما انت فاكره. انا عارفه. اخويا نت ايه ونيله ايه اللي انت شايل همه ده؟ هو الهباب النت ده لو كان بيفلح قوي كان ده بقى حال البلد. ما انا عارف يا صفاء، بس ابن الصرمه ده الناس لما كانت قافشه عليه كانت الوزاره كلها قلب عليه، وده كان مطمني. خلاص تعالى نطفش من هنا خالص، نروح كده نشوف نفسنا في اي حته بالكام قرشين اللي معانا. تفتكر يعني ما جاتش في بالي؟ بس انا لو اختفيت دلوقتي العيون كلها هتفتح عليا، وبعدين لو انا خلعت من هنا مش هبقى عارف ايه اللي بيحصل، وساعتها لو الدنيا عكت معرفش اتصرف. وبعدين اطفش على سيب الشغل. شغل؟ شغل ده ايه؟ هو احنا بعد الفلوس دي كلها اللي خدناها من لطفي ابو المجد محتاجين بقى فلوس تاني في ايه؟ يا وليه يا حمارة، البدله الميري دي هي اللي حامياني، ولا مال قارون كله يحميني زيها. وبعدين لو اختفيت دلوقتي لو صلاح الطوخي شاكك فيا قراط هشك فيا 24 قراط، ومش هيهدى له بال غير لما يعرف انا فين.
الموضوع ده حله حاجة واحدة بس وأنا قلتها لك. يعني برضه مصر تنفذ اللي في دماغك يا زميلتي؟ ما قداميش حل تاني. سليم الأنصاري لو مات هنخلص من ده كله. وساعتها بقى نقعد نطفش نشقلب براحتنا. وهو أنت كنت عارف له طريق جرة عشان تقتله؟ هعرف مكانه. وهو أنت يعني يا زناتي أجدع من الداخلية دي كلها؟ لا، بس مفيش حد محروق منه قدي. عشان كده كلمت واحد حبيبي في التفتيش يعرف لي وصلوا لإيه في تدويرهم عليه. وساعتها بقى أعرف أتصرف. وإن معرفتش توصل له هتعمل إيه؟ هدور على اللي يوصلني ليه. ولو معرفتش هخليه هو بنفسه يجيلي والجزمة في رقبته. قسما بالله ما أهدى ولا يرتاح لي بال طول ما هو على وش الدنيا. فهمت يا حدى اللي قلتولك ولا عيد تاني؟ عيب يا سليم بيه، بس سعادتك يعني هعطر عليه في أني ده يا زناتي ده؟ في قهوة في أول الشارع بتاع الاسم، هتلاقي زناتي متلقح فيه على نص النهار كده. هو متعود يروح هناك كل يوم من أيام ما كنت أنا في الاسم ده. خلي عينك عليه، ولما يروح القهوة تبعت اتنين من صبيانك، بس تكون مال إيدك منهم، تروحوا وتقعدوا جنبه في ترابيزة قريبة من زناتي. مهم أوي يا حودة إنه يحس إنهم عادي ومش قاصدين يتكلموا جنبه. طب انا اعمل لك ايه بس يعني؟ ما انت اللي غشيم. في حد يقفل التليفون فتره طويله كده؟ انا خايف لا يكون البطاريه ملحت ولا يكون دايره الشحن حصل لها حاجه، وخايف اكتر واكتر لا يكون الحاجه اللي في العده دي طارت. طارت يا جدع، نهار اسود. طب افرض الكلام ده ما لفقش معايا سعادتك؟ مستحيل. زلاتي ما فيش حاجه تحميه غير الفيديو ده، ومن غيره لطفي يرمي رميه الكلاب. مش يمكن الفيديو ده مش معايا يا ابني؟ ربنا عرفوه بالعقل يا شيخ صالح. ايه اللي يخلي لطفي يستحمل قرف الواد ده الا اذا كان كاسر عينه؟ انا كنت مخلي حوده يراقبه، وهو لسه قايل قدامك ان الناس بتتقابل كتير، وزناتي بنت عليه نعمه ملهاش تفسير. وبعدين زناتي ده واد شمال وانا عارفه كويس، اكيد خد موبايل زياد الله يرحمه بعد ما مات وعمال يلعب بيه لطفي. ايوه يا سليم بيه، بس جايز برضك ينفض للكلمتين اللي سمعهم وما ياخدش بيهم. ما يقدرش يا ابراهيم، الشك مش هيخليه ينام، الخوف هيخليه يروح يطمن على الكارت الوحيد اللي مأمنه لا يكون راح منه. لازم يروح يتأكد ان الفيديو لسه موجود، وساعتها هيفتح التليفون، وانا مش عايز منه اكتر من كده. الو، ايه عرفت تحدد مكانه؟ طب استنى اخد العنوان. تمام، متشكره قوي.